السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميذ السنة الرابعة ابتدائي ولا حتى أولياء تلاميذ لهم يشاهدوا فينا. معكم الأستاذة ياسمين وإن شاء الله اليوم راح نشوفوا اختبار الفصل الثالث في مادة التربية الإسلامية. إذا بما أنه الاختبار على الأبواب إن شاء الله تبعوني أبنائي في هذا الاختبار، راح نديروا تصحيحه وكذلك مراجعة باش تكونوا حاضرين 100% وتفرحوا الأولياء تاعكم وحتى أنفسكم بنقاط رائعة. إذا التمرين الأول على زوج نقاط يقول أكمل قوله تعالى. إذا لهنا عندي صورة الشمس، قال الله تعالى والشمس وضحاها خلالي فراغ حتى والأرض وما طحاها، معناتها ما خلاليش نكمل كل الصورة وإنما قال لي من واحد من الآية الأولى إلى السادسة فقط، مفهوم؟ هذه نكملوها. والسؤال با يقول اشرح ما يلي عليها، معناتها نشرح دمدمة وشنو معناتها وعقروها، مفهوم؟ هذه بالنسبة للتمرين الأول. نروحوا للتمرين الثاني كذلك زوج نقاط، يقول لي الجليس الصالح وجليس السوء، واش نقدر نربط منه؟ من هو الذي شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنافخ الكير؟ ومن هو الذي يؤذي الآخرين؟ ومن شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحامل المسك؟ ومن هو فيهم الصادق؟ إذن دائما جليس الصالح راح تعطوله الملاح، وجليس السوء معناتها اللي كي نجلس معاه يعطيني الاشياء السيئه، مفهوم؟ راح نعطي له الاشياء السيئه انا كذلك، مفهوم؟ هيا نروح للتمرين اللي بعده اللي هو الثالث، اللي قال اذا صح او خطا الغش صفه قبيحه حذرنا الله الرسول عليه الصلاه والسلام منها. حنشوف اذا صحيح ام خطا. اتعلم من قصه نبي الله يونس درسا في الاخلاق العظيمه، هل صح ام خطا؟ الغش ينشر المحبه والاخوه بين الناس، هل صح ام خطا؟ اتعلم من سوره الشمس ان الله تعالى يحب تطهير النفس من الذنوب والمعاصي للفوز بالجنه، هنشوفوا كذلك اذا صح ام خطا. التمرين الرابع والاخير يقول لي املا الجدول بما يناسب لي عليها 3 نقاط. يلا نشوفوا نبي الله صالح عليه السلام وشنو هما العفايس تاع نبي الله يونس عليه السلام. اذا شكون اللي ارسل الى قوم ثمود؟ هل هو صالح ام يونس؟ من هو الذي ابتلعه الحوت؟ من هو الذي ارسل الى قوم نينوى؟ من الذي نجاه الله تعالى لانه كان من المسبحين؟ من كان قومه يبنون بيوتا في الجبل؟ ومن كان معجزة الناقة؟ معناتها راح نشوفوا هل هم النبي صالح كل وحدة تاع النبي صالح أم النبي يونس عليهما السلام. إذا يلا أبنائي نبدأ نحلوا هذا الاختبار الرائع. إذا يلا أبنائي نكمل ولا نحل نبدأ ونحلو في هذا الاختبار مع بعض. إذا التمرين الأول يقول أكمل قوله تعالى في سورة الشمس، قال الله تعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يخشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها، مفهوم؟ إذا لهنا ما قالكمش كملوا البقية، نكملوا فقط البداية تاع سورة الشمس، مفهوم؟ ومن المستحسن أنكم تشكلوها، أنا فقط لضيق الوقت ان شاء الله باش نكملكم فيديو. اذا هذه بالنسبه الى عليها زوج نقاط ان شاء الله كي نكملوا نعم الايه تاعنا ولا كي نكملوا الفراغات تاعنا، مفهوم؟ لازم نحفظوا سوره الشمس ومشي غير نحفظوا البدايه تاعها، لازم نحفظوها كامله لانه في التمرين يقدر يعطيني البدايه كما يقدر يعطيني في الوسط كما قادر يعطيني في النهايه. اذا نكملوا، قال لي اشرح ما يلي عليها نقطه، نشرحوا كلمة دمدمة وعقروها. إذا دمدم عليهم ربهم، إذا أهلكهم، مفهوم؟ دمدمة معناتها أهلك، مفهوم؟ يعني يلا نكملوا عقروها، وشنو معناتها عقروها؟ يعني أعلى واش راني نهضر على الناقة، مفهوم؟ عقروها بمعنى نحروها أو ذبحوها، مفهوم؟ ما نقولوش قتلوها، لا، عقروها معناتها من العنق تاعها، معناتها النحر أو الذبح. إذا خيروا نتوما أي وحدة تحبوا، كلاهما صحيح. يلا نروحوا للتمرين الثاني اللي قال لي اربط بسهم، سهلة وبسيطة. يلا نشوفوا الجليس الصالح، قلنا نعطوا له العفايس الصالحين، وجليس السوء نعطوا له العفايس اللي مشي معاه. إذا الجليس الصالح شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحامل المسك، معناتها كي تجلس مع إنسان صالح ويهدر غير الهضرة الصالحة، الرسول عليه الصلاة والسلام باش شبهه بحامل المسك، معناتها اللي حامل في يده المسك، مفهوم؟
يعني ريحته طيبة وأقواله طيبة. نفس الشيء ويجي صادق، جليس الصالح دوما يجي صادق ما يجيش كاذب. الجليس السوء عكسه، شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنافخ الكير، مفهوم؟ معناتها صفة مذمومة، ويؤذي الآخرين، وأيضا ليس صادق. يعني جليس السوء معناتها اللي كي تقعد معاه تدي الذنوب، هذا هو. إذا حذاري من جليس السوء، لازم يكون جليس تاعنا صالح. نكمل التمرين الثالث اللي عليه نقطتان، ويقول ضع صحيح أم خطأ أمام كل عبارة. الغش صفة قبيحة حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم منها، وهي صحيح، من غشنا فليس منا. معناتها الغش صفة قبيحة وليس جيدة. وانتم كاين بزاف لهنا يقولنا الغش ينشر المحبة والأخوة ما بين الناس ولا التلاميذ، خطأ. الغش يدور على مولاه، مفهوم؟ إذن الغش كيقول لي الغش ينشر المحبة والأخوة، خطأ. الغش لا ينشر المحبة، مادام الرسول عليه الصلاة والسلام حذرنا منها، معناتها راح تكون العواقب تاعها وخيمة. أتعلم من قصة نبي الله يونس درسا في الأخلاق العظيمة. صح، كل الرسل وليس يونس عليه السلام نتعلم منهم دروس وعبر في الأخلاق. أتعلم من سورة الشمس أن الله تعالى يحب تطهير النفس من الذنوب والمعاصي للفوز بالجنة. نعم صحيح، في سورة الشمس نتعلم باللي لازم نطهر نفسنا من الذنوب والمعاصي باش نفوز بالجنة. يعني لازم ناخدو يعني وش قال ربي وش قال الرسول، معناتها نديرو بهم في الزوج، ناخدو، مفهوم؟ التمرين الرابع والأخير يقول لي املأ الجدول بما يناسب. معناتها حنشوف النبي صالح والنبي يونس، كل واحد فيهم عنده الجمل تاعو. يلا عندنا أرسل إلى قوم ثمود، شكون اللي القوم تاعو اسمهم ثمود؟ هو النبي صالح وليس يونس. من ابتلعه الحوت؟ نعرفوا باللي النبي يونس هو الذي ابتلعه الحوت. من أرسل إلى قوم نينوى؟ هو يونس عليه السلام. إذا كيفاش تفيقوا لما ممكن ما تعرفوهاش؟ شوفوا هذا أرسل إلى ثمود، قوم ثمود، إذا ما حش يرسل إلى قوم واحد أخرين، إذا القوم نينوى نديرهم إلى يونس. من الذي نجاه الله تعالى لأنه كان من المسبحين؟ وهو يونس عليه السلام. معناتها كي ابتلعه الحوت، معناتها كي كان في بطن الحوت بدأ يسبح 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 ويستغفر ربي، عبيها نجاه تعالى من المشكلة اللي كان فيها. يلا، قومه كانوا يبنون بيوتا في الجبال، هو النبي صالح عليه السلام اللي كانوا يبنوا في الجبال. ومعجزة الناقة، كذلك سيدنا صالح عليه السلام هو اللي كانت عنده معجزة الناقة اللي الرسل نحروها، مفهوم؟ وربي سلط عليهم العذاب. إذا هذا بالنسبة لاختبار التربية الإسلامية الفصل الثالث. أي سؤال ولا استفسار خلوه لي في التعليقات، نجاوب عليه في أقرب وقت ممكن.